FM. الكلمة ليك. تنبيهام هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية. جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بإعدادها ثلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة الدعاء بلا غير وكل تشابه بينه وبين الواقع فرامي مش بالعاني. علمت وكالة رامي للأنباء أن 8 من أعضاء الهيئة السياسية قاموا بإرسال عدل منفذ لحافظ قائد سبتي، وتعود أسباب إرسالهم لعدل التنفيذ أن حافظ قام باقتراض مبلغ مالي منهم مقابل شيك دون رصيد وبمطالبته بمستحقاتهم. قال لهم أنا ابن الرئيس، أنا فوق القانون. هذا وقد قام العدل التنفيذ بحجز أثاث ووجده بمنزل حافظ قائد السبسي سيعرض للبيع في المزاد العلني، يتمثل في لعبة بلاي ستيشن، ثلاجة، حاسوب وزوز جراري. وفي تعليق منه على الحادثة صرح حافظ لمراسلنا شرف العطروس أن العدل المنفذ حاجز كل شيء بما في ذلك راديو أبي الذي يعتبر أول راديو دخل إلى تونس أهداه إليه محمد الصادق بي. أكد نقيب الفنانين مقداد السيلي لوكالة رامي للأنباء أنه تعرض لمحاولة تحرش من قبل أحدى الدخيلات على الفن، جاءته إلى مقر النقابة وقالت له توري نوري. أكد وزير أملاك الدولة أن حق الليبية في الملكية سيشمل فقط الطابق السفلي ولا ستحصل مصيبة في البلاد ومجزرة في صفوف بنات تونس. قال راشد الغنوشي في حوار حصري لوكالة رامي الأباء أن نظرية الإسلام الغاضب هي ما أهلته لنيل جائزة غاندي للسلام. وقال أحسن الزرقوني أن نتائج صبر الآراء تبين تقدم الباجي قائد السبسي على هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. ختاما، نظرا لما أثرته روبت سلمى المحجوبي من نقاش حاد داخل المجتمع التونسي، عبر أمين عام الأمم المتحدة عن قلقه مما انجر الشعب التونسي إلى النزاع المسلح حول الروبة، داعيا اجتماع طارئ لمجلس الأمن وتهدئة الأوضاع. الكلمة ليك.